صباح الخير من جديد، تحياتنا لكل المشاهدين. بفقرة مسك الختام اليوم رح نحكي عن رياضة المغامرة والاستكشاف. حقيقة احنا بعصر عملنا كلنا بنشكي من قلة الحركة وبنشكي من الكسل وما يترتب عليه من أمراض العصر المختلفة. يعني هلأ زادت الأمراض وكلنا عم نتساءل ليش، يعني والسبب واضح إنه احنا ما عم نتحرك كتير وما عم نلعب رياضة وعم نقضي وقتنا بجوز داخل الجدران على الشاشات الإلكترونية. قد ايه مهم فعلا إنه يعني نعطي حيز للرياضة بحياتنا، خصوصا احنا هلأ بفترة الصيف، وفترة الصيف مثالية جدا لما يسمى برياضة المغامرة والاستكشاف. اليوم معنا حتى نتعرف أكثر على هذه الرياضة وقد ايه ممكن احنا يعني نكون أبطال في هذه الرياضة، رح نرحب وإياكم بالكابتن ثائر عياش، وهو مدير مركز المغامرة والاستكشاف. أهلا وسهلا فيك. أهلاً. أنت كابتن معروف في هذه الرياضة الجميلة اللي بلشت تنتشر، يعني أنتوا بجوز كنتوا من أوائل الفرق. نعم. وهلا صار في كتير فرق أخرى في الأردن بتمارس هاي الرياضة بالذات اللي رح نتعرف عليها من خلالك، والكابتن روز دعجة وهي أول صبية بتكون بمثابة كابتن في رياضة المغامرة والاستكشاف. فأهلا وسهلا فيكي، لأنه قلال كتير قد يكونوا حتى معدومين البنات كقائدة برامج الصبايا اللي بدربوا أو بيقودوا فريق في مغامرة والاستكشاف. أهلا وسهلا روز، فخورين فيكي. أستاذ ثائر، يعني حتى الناس اللي ما بتعرف، هو مفهوم لا زال شوي جديد لو أنه انتشر، بس الناس يعني بتعرف كرة القدم، بتعرف كرة السلة، بس المغامرة والاستكشاف لسه شوية رياضة مبهمة بالنسبة لكثير من الأشخاص. كيف تعرفها؟ شو هي؟ بداية صباح الخير لك، وصباح الخير لكل الشباب والطاقم العاملين، وبشكر برنامج يوم جديد المبدع دائما. بشكرك ست سمر. الحقيقة احنا في مركز الاستكشاف والمغامرة الأردني حتى اتخذنا المسمى لهذا المركز بمنحنى بأنه المغامرة هي خوض غمار المجهول. ومن يغامر هو من يخوض، من يلامس حس الشجاعة. فمن يلامس حس الشجاعة والخوف لابد أنه يغامر ويكون في يفكر في مقدار خسارة. ولكن المغامرة الآمنة، وإحنا اللي إحنا بنسعى لها، هي بيكون هو شعار طبعا. هو المغامرة الآمنة هي بتكون مبنية على الشجاعة والمغامرة الناجحة وتحقيق النجاح. أما الاستكشاف هو الانطلاق في الطبيعة، بدءا باستكشاف مناطق الأردن الجميلة. وإن كانت بيئة صحراوية، بيئة جبلية، بيئة كهوف، ممرات مائية، كل شيء. سلام. وهذا الصحيح، يعني احنا هذا المنطلق اللي اشتغلنا فيه بالأردن من حوالي أكثر من 20 سنة. مزبوط. وما زلنا. وأنا يعني حتى الصور اللي أنتم بتلتقطوها ك يعني فرق مغامرة واستكشاف، الناس حتى لما أنتم بتشيروا صوركم يقول لك هذا المكان موجود عندنا في الأردن. نعم. موجود. نعم. في الأردن، بس أنت شوية لحلح حالك زي ما بيقولوا، حرك حالك وروح اطلع وشوف قديش في أماكن رائعة وجميلة في بلدنا. وهذا دور يعني تشكروا عليه، أنه عم بتعرفوا الناس على مواقع جديدة حتى في صحيح. البلد. نعم. روز، من إمتى أنت عم تشتغلي بهذا المجال؟ تقريبا صار لي 3 سنين. 3 سنين. صار لي. تعرفتي عليه من خلال كابتن ثائر ولا من خلال من فريق ثائر آخر؟ عياش. لا، من طريق كابتن ثائر. طيب. عياش. بالنسبة للصبايا هلأ، يعني بجوز مغامرة وشجاعة واستكشاف، بنقول الشباب أكثر أشطر بالموضوع، البنات شوي بخافوا وبترددوا ينضموا لفرق مغامرة واستكشاف، لأنه معظم الكوتشز والقائدي الفريق هم من الرجال. فبقول لك انا يعني مثلا ممكن اخجل، ممكن اخاف، ممكن ما اقدر اطلب مساعده. قد ايه سهلتي مهمه الصبايا انهم ينضموا لفرق المغامره والاستكشاف؟ هلا كانت بالبدايه هاي المغامره او هاي الرياضه هي حكر تماما للشباب. فبل... زي في كثير اشياء حكر عليهم. بالضبط. احنا حبينا نكسر شوي القاعده ونبلش نبين للناس انه الفتاه الاردنيه هي قدها. مزبوط. وبتقدر تكون بأي مكان، يعني حتى لو كان صعب، حتى لو هذا حكر للشباب، لا احنا بدنا نخوض معكم هاي التجربة. بالزبط. ونكون زي الشباب وأشطر كمان. بالزبط. فبلشت الحمد لله، بلشت كمدربة، تدربت كتير منيح على هذا الشيء، حبيته. أنا مآمنة بقدرة المرأة الأردنية
انها تخوض اي شيء صعب. مزبوط. وحلو انه تكون حيث لا احد يكون يعني. طبعا طبعا. وبعدين احنا بنضل مستصعبين الاشي لانه بس هو للرجال، بس نجربه بنلاقيه سهل مثلا. بالزبط. زي سواقه بضلك تقول واحد انه لا مش راح اعرف اسوق، زي كثير مهن شجاعة. طالما تجربها بتطلع كثير سهله عاديه. طالما عندك شجاعه انت بتقدر تعملي اي شيء حتى لو كان صعب. مزبوط. فهي كانت فكرتي من البدايه. والحمد لله بلشنا، بس الفكره كبرت. الفكره كانت انه عمل برامج نسائية بحتة بقيادة وتنفيذ نسائي بحت. قد ايه شجع كثير من الصبايا والفتيات انهم يصيروا يقبلوا على المغامرة؟ بتعرفي مرات بيكون في جانب خجل لانه يعني بحاجة لمرات للتلامس جسدي بصراحة يعني. خلينا نقول ناس بدها تطلع لفوق ناس، فقد ايه بيسهل او يعني بحد من موضوع الخجل عند الصبايا انهم يشوفوا قائدة الفريق هي ست زيهم يعني؟ والخجل بيروح بهذه الحالة. أكيد. لما تكون الفريق أكيد. الفريق كامل هو نسائي بحت. نعم. الفريق بيروح تماما. نعم. لكن ما بتتخيلي ست سمر قدي صار في اقبال بطريقه خياليه من الفتيات، وخاصه الفتيات اللي بيكونوا متحفظات بطريقه لباس او هيك. بالضبط. محجبات. هلا كان بصراحه التحدي الاصعب او البنات ما بيقدروا، احنا حسنا في احتياج للبنات بهذا الشيء. احنا عم نشوف مجموعه من الصور كمان. بالضبط. هذا المجموعه الصور الصبايا نشميات الدنيات من مخيمنا ومن النشاطات اللي كانت تصير، هي نشاطات نسائيه بحته. احنا شفنا احتياج المجتمع الاردني او البنات في المجتمع الاردني. عم بيزداد انه في نشاطات انا ما بقدر اصير فيها لانه صعب، حتى التلامس الجسدي غير هيك انه في معدات صعب انا البسها واتسلق قدام الشباب، فبيكون نوع من الخجل او الحياء. الا في ناس كبير. بالمره ما بيحبوا الاختلاط يعني. بالزبط. حتى بكثير من الاشياء. بالزبط. يعني بيحبوا انه يكون للستات يعني. بالضبط. حتى في مثلا بالجيمز بالصالات الرياضيه. طبعاً. في ناس ما عنده مشكله، بس في ناس بيحبوا يكونوا مثلا في فتره للسيدات في فتره للرجال. وهي انتم عم بتحققوا هذا بالزبط. الهدف ارتياح اكثر. فاحنا الحمد لله بلشنا شفنا المشكله شو هي، حطينا ايدنا زي ما بيحكوها على الجرح. وصممنا صممنا برنامج، استقطبنا فتيات كمان نشميات، وانا بقدم لهم بصراحه تحيه كثير كبيره، فريقي اللي انا بعتز فيه. بنات كانوا على قدر المسؤوليه ولولاهم بصراحه ما قدرت احد احقق هذا الانجاز الاردني. دربناهم وصاروا مغامرات شطرات. وبلشنا نعمل الحمد لله يعني، سكرنا المخيم على حالنا بوجود اكثر من 70 او 80 مشاركه. وبلشنا بالضبط. بالضبط. كانوا عندنا برامج لمده شهر كامل، نفس البرامج اللي الرجال مصممه هي نفسها طبعاً للسيدات. هي نفسها، هي ما في تفريق. أبداً. كابتن ثائر ابدا هي لا. هي البرامج هي وصحيح يعني انا بدي اشير لهذا الموضوع بانه روز وطاقمها من الصبايا بقيادة الكابتن روز للبنات، بأنه عملنا لأول مرة في الأردن، أو بجوز يعني بدي أكون مبالغ أنه بجوز بالمنطقة العربية، بأنه قائدة برامج صبية نشمية أردنية والكل الطاقم بنات بدون وجود أي شاب. تمام. وهذا الصحيح يعني يسجل إنجاز يعني. وزي ما تفضلتي حكيتي أنه دائما الشباب لا، خلينا يكون البنات كمان مميزات. وهذا طبعاً صحيح يعني. طبعاً. مصدر فخر لنا في مركز المغامرة، لأنه أنا وياك يعني كمان كنا حكينا كابتن ثائر قديه في فوائد لهاي الرياضة بالذات. نعم. وأكثر من مرة حكينا قديه حتى بتساعد على الدعم النفسي لكثير من الأشخاص اللي بيخافوا مثلا من مواقف اجتماعية معينة. طبعاً. اللي عندهم مشاكل اكتئاب، قديه مهم هذا هاي النوع من الرياضة. صح. تحديدا أنه هيك تفتح آفاقهم وقلوبهم ونفسياتهم لآفاق جديدة. صحيح. لشيء جديد، صفحة جديدة. وهذا اللي بصير، انه الانسان بحاجه لانه يعيش الطبيعه. أوه. احنا ولدنا فطرتنا على الطبيعه. مزبوط. فلازم نرجع للطبيعه. وكل انسان بيرجع للطبيعه وبيعيش في الطبيعه بيعيش في حياه اكثر راحه، في سلام داخلي بصير، بيكون عنده ارتياح داخلي، بيكون عنده حتى يعني مهارات حياتيه غير، بيكون عنده شجاعه في كل مواقف الحياه. بيواجه كل مواقف الحياه بكل اريحيه وبكل تحدي. واللي احنا بنطلبه يعني على يعني عبر برنامجكم للاهل، انه خلوا اولادكم، طلعوا اولادكم بناتكم ما تخافوا عليهم. طلعوهم على الطبيعه. غرف مغلقه وشاشات كمبيوتر. المغامره ما بتخوف. المغامرة الآمنة ما بتخوف. هذا سؤال يعني، في ناس لسه قبل شوي مثلا كنت انا وزميلتي نسرين الصبح عم نحكي انه ممكن انا وياها ممكن نخاف.
من هذا النوع من في ناس بيخافوا من الأماكن المرتفعة طبعاً. في ناس يحسوا أنه راح ينقطع فيهم الحبل ويوقعوا ويتكسروا. كيف بتضمنوا السلامة الآمنة للأشخاص اللي بيكونوا طبعاً معكم؟ إحنا بيكون إشي كتير منيح إذا الناس إجتنا وهي خايفة، لأنه إحنا هاي الفئة إحنا بدنا نوصل لها إنه بطل خاف. هلا إحنا أوش فريق كتير متخصص بالمغامرة، فريق متدرب كتير منيح. ثاني شيء احنا الاكويبمنت تبعونا كلياتها بالميدان، اذا معدات. كان بالميدان المعدات كلياتها هي على جوده عاليه جدا عالميه وعالميه طبعا. الحبل بنقطعش طبعا العمر معين، بس انه بحمل اوزان كبيره يعني. انا سمعت بتعدل 1500 كيلو، فيش حدا وزنه 1500 كيلو يعني. فهلا يا ست سمر، اول ما تجينا المشتركه او حتى المشترك بيصير طبعا في تواصل. انا ما باجي مباشره باخذها على المغامره وبصدمها بالواقع، لا انا بحكي معها، بنعرفهم بالمكان اللي هم موجودين. ما بتخافي بالضبط. اذا بتخافي احنا بيكون كمان في تواصل بين اللاعبه والمدربه تبعتها، انه اذا بتحسي حالك وانت على ارتفاع عالي بلشتي تخافي وهيك، احنا بنعطيها دفعه وبنعزز ثقتها بحالها. يمكن اذا خافت كثير ننزلها. طبعا ننزلها، بالعكس بتشوف حالها انه وصلت لهي المرحله، انا بدي اكمل كوتش، بخليها تكمل وترجع وتعيد وهيك. بنهايه اليوم بتكون هي معتزه بنفسها انه انا قدرت اضبط او قدرت اوصل لهي المرحله. إشي كثير منيح. رائع. فاحنا اصلا ميداننا هو ميدان بناء الشجاعه وكسر الخوف. هي حياه خليني اقول الكشافه، فيها من الكشافه وفيها من الحياه العسكريه وفيها من الرياضه والترفيه، يعني هي هيك رياضه متكامله وحلوه. هل هي متاحه لكل الاعمار كابتن ثائر؟ نعم، احنا صحيح على شقين احنا بنعمل الان. عندنا مركزنا فتحنا مخيم رينجر للمغامرة في ثغرة عصفور في منطقة جرش، وهو يعني متاح لكل الأعمار. احنا بنستقبل في المعسكر عندنا من عمر 6 سنوات ولغاية حتى اللي أعمارهم 60 سنة بيحبوا يغامروا بنرحب فيهم، ومتاح طبعا بالتأكيد للجنسين. وبتختلف عاد درجة النشاط والبرنامج من عمر لعمر. من عمر لعمر. نعم. وحتى أنا مع فريق تاني قالوا لي حتى كل الأوزان، يعني كل الأوزان. نعم ما في مشكلة. صحيح. نعم في كثير ناصح كثير كله في له حبل. كله له حبل يشيله. كله له حبل يشيله. حتى سمر كمان لذوي الاحتياجات الخاصة كمان. رائع. عملنا برامج. نعم. وشاركوا معنا ذوي احتياجات خاصة. تمام. والحمد لله كانوا منبهرين كثير، منبهرين بالإنجاز اللي عملوه. الله يسعدكم. أنا فخورة فيكم كابتن ثائر كابتن روز. شكرا جزيلا لوجودكم معنا هذا الصباح. دائما هيك شجعان أنتوا بمغامراتكم واستكشافكم. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكل اللي تابعونا هذا الصباح ببرنامج يوم جديد. نلقاكم غدا بحلقة جديدة وزملاء جدد. إلى اللقاء.